كثير نسمع عن شروط غريبة عجيبة تكون موجودة في عقود الزواج. أحيانا اللي تطلب مهر عالي واللي تطلب أنه يكون في بند أنها طبعا مثلا أنها تشتغل وشروط كثير، وأنا شخصيا أعرف شروط شيء بالرأس. عموما في بعض الشروط تكون منطقية وبعدها مو منطقية. زميلنا مبارك الكويكبي كالعادة سأل الناس عن أهم شرط لابد أن يكون متوفر في عقد الزواج. نسمع أبرز الإجابات من بعد ونرجع. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة قول رأيك. سألنا في قول رأيك اليوم حول موضوع الزواج، إن شاء الله لو الولد حب أن يتقدم للزواج أو البنت جاها نصيبها، إيش هي شروطها في الزواج راح تكون؟ خلونا بعض نشوف اليوم أبرز الإجابات. أهم شرط كل احترام متبادل بين الطرفين. بين الطرفين. هي قالت لك لا خلاص فضاصيلة من بدري، خلا عندها لا عندها لا على طول. طبعا يكون أهم شيء رجل بمعنى الكلمة، هذا شيء خلق يعني بينه وبين ربي ويخاف الله فيني. بالغالب ما في شروط بس يمكن يكون رجل. أكيد الشروط الأساسية أن يكون يعني ماديتي، يعني أنت عارف الأوضاع حاليا فوق المتوسطة، قد المسؤولية يتحمل مسؤولية، يكون إنسان رجل يعني يتحمل المسؤولية، يكون يفتح بيت يكون أسرة، موظف طبعا مستقر، هذا أهم شيء. من ضمن شروطي الأساسية يكون لي بيت لحالي، تكون عندي سيارة طبعاً ويجيبها شيء. إيه طبعا هذا شيء إذا هو ما قدر عليه، إنه أهم شيء إنه ما يمنعني من السواقة. شكل في لستة كثيرة بس في شيء حلو ما أدري بس أقدر أتنازل عنه اللي هو كل سنة أسافر مكان مع بعض ولا؟ إيه أكيد، ليش أخذت أجل؟ قلتي أسافر مو نسافر. لا 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 مع بعض. أوكي عادي لو كان مثلا شقة الحالة هي الأفضلية، بس عادي حتى لو مثلا مع أهلها، بس أهم شيء يكون يسمع شروطه قربي شوي. أيوة يلا يلا الحين عيديها عشان يسمعها زين هو. أوكي طيب قلت إنه الأفضلية والأحسن والأفضل لي أنا بيت مستقل لحالي، بس مثلا لو كانوا مثلا أهله كويسين حطينا حمرة. أوكي عادي وما فيها مشكلة يعني لو سكنت معهم. وكمان إيش يا ربي، أهم شيء إني أبغى أكمل دراستي، شغل يبغاني أشتغل ما يبغاني أشتغل براحته عادي. بالغالب ما أبغى أشتغل. شروطه بعقد الزواج، هذا موضوع كبير لكن ممكن من أهم الشروط. إيه من أهم الشروط موضوع الوظيفة. طيب إذا ما كانت نسيسير لمرة الوظيفة وكذا ممكن أن نستغنى عنها، إذا كانت بتأثر على الزواج على الحياة الزوجية فضل ما تكون في البيت. يا ممكن أفضلها هي أي. موضوع أبناء خلفة أي بفضل إنه يكون بالبداية، ممكن ثاني سنة مو من أول سنة مثلا. ممكن في لستة أي لا مليان لو بجلس معك طول، لكن ممكن هذه أهم شروط. أي ممكن هذه أهم اثنين. حقيقة أن الشروط تكون مختلفة وكثير، وكل أحد يحاول أنه هو يعرف إيش الأشياء اللي ممكن يقبلها وإيش اللي ما يقبلها اللي تكون موجودة في العقود وغيرها. في ناس يحطوا مؤخر مثلا بمبالغ تكون مجنونة أو تكون في اشتراطات مختلفة. بأمانة كنت بسأل الشباب عندنا هنا في الاستديو إيش هي الشروط المقبولة والغير مقبولة. طبعا في أشياء أنا أشوف أنه هي بديهية، مثل موضوع التقدير، الاحترام، العشرة الكويسة، هذه من الأشياء اللي مفروض أنها تكون موجودة ما بين الزوجين بطبيعة الحال. أما مثلا في ناس يقول لك لا ما تسافر لحالها خوفا عليها، مو عشان أنه يتحكم فيها وغيرها، وهذا برضو شرط منطقي. أنا شخصيا أشوف أنه وجود بعض الاشتراطات لضمان حقوق ما بعد الطلاق هو حق مشروع أكيد، لكن أنا شخصيا أشوف الأهم أن الإنسان لما يقرر أنه يرتبط بإنسانة أو طبعا بإنسان لازم يكون هذا الزواج مبني على أساس صحيح. خلينا نطلع فاصل من بعده نرجع نكمل.